تحيات كديري، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم البنات غادي ندير لكم واحد الشباكيه اقتصاديه اللي زوينه وكنديروها كل عام، وكتجي فنه وهشيشه والمذاق ديالها حتى هو زوين وما فيهاش المقادير بزاف. هنايا البنات عبرت كيلو ديال الدقيق، هنايا عندي عبرته عند مول الحانوت باش يجيني العبر هو هذاك. هنايا عندي هنايا زلافه ديال الجنجلان، وهنايا زلافه معمراش بجوج زلايف معمرين ديال هذه جنجلان وهذا لوز، بحال زلافه معمراش جنجلان وزلافه معمراش لوز. وهنايا نص زبده، وعندي معلقه ديال السنيده وضويمه ديال الزعفران، وهنايا معلقه كبيره ديال القرفه، وعندي هنايا جوج معالق ديال حبه حلاوه والنافع، وهنايا عندي الروح ديال المزهر. ها هي القريعه هادي راه كتباع عند العطار، دايره 5 دراهم، وقبيصه الملحه، وعندي هنا المزهر هاد القريعه هادي، ونص كاس تاع زيت العود، ونص كاس زيت العادي، وعندي هنايا تقريبا جوج معالق كبار ديال الخل، وعندي هنايا الماء فاش غادي نذوب هاد الضويمه ديال الزعفران. المهم البنات هنايا البنات غادي نبدا على بركه الله. بغيت غير نقول لكم حاجه، هنايا هاد حبه حلاوه ونافع ما تحمروهمش في المقله، خليهم هكا خضرين كتجي النسمه ديالهم احسن. وهنايا الجنجلان حتى هما ما يتحمرش، غير اللوز غادي يتفسخ وغادي يتقلف في الزيت تكون بارده باش ما يتحركش لكم ويجيكم هاد اللون هذا. صافي البنات غادي نبدا على بركه الله. غادي ناخذ القصريه ديالي. المهم البنات اول حاجه غادي ندير غناخذ هاد الكاس تاع الماء، غادي ندير فيه هاد الضويمه ديال الزعفران، غادي نذوبها فيه. اللي ما عندهاش هاد الضويمه دير غير الصفيره العاديه اولا الملون اصفر، غادي ناخذها وغادي نخليها حتى تذوب كما كتشوفوا، غير حتى غادي يطلق ليا الماء ديالها. هنا غنخليها حتى غادي تطلق راسها. غادي ناخذ الدقيق. هنا البنات هاد الشباكيه هادي راه ما فيهاش البيض وما فيهاش الخميره، لا خميره ديال الدار لا خميره ديال الحلوى. ضروري البنات عبروا الدقيق باش يجيكم القياس هو هذاك. انا غادي ندير واحد التقيبه الوسط، هي فين غندير المقادير ديالي. غادي ناخذ اللوز، غادي ناخذ الجنجلان، غناخذ معلقه ديال القرفه، واحد جوج معالق ديال حبه حلاوه والنافع، هنايا فايت عابرهم، واحد المعلقه ديال السنيده، واحد راس معلقه ديال الملحه، وهاد الماء هذا اللي درت فيه هاد الضويمه غادي ندير فيه واحد النقيطه ديال الماء ديال الزهر هاد، ما عرفتش البنات واش كيبان لكم. المهم هاد الماء هذا غندير فيه شي نقيطه ديال الماء الزهر. هانتوما غير نقيطات هادي حتى الروح. دابا البنات صافي درت النواشف، دابا غادي ندير السوائل. بقى عندي غير الزيت، الزيت العود والخل والماء والزبده والمورد. صافي انا غادي نخلط هادو، غادي نحاول نفتفتهم بحال هكا حتى يتخلط ليا كلشي بحال هكا، نحس بيهم دخلوا مع بعضياتهم. صافي غادي ندير بحال هاد التقيبه هادي ديما باش يتجمع فيها كلشي. عندي هنا الزيت، نص كاس زيت العاديه، ونص كاس زيت لوسيور زيت العود، وهنايا جوج معالق، غادي نحسب غير جوج معالق ديال الخل، وغادي ندير الزبده اللي غادي تكوني جابداها قبل، يعني ما تخليهاش في الثلاجه بحال هكا تولي تغط
يعني غير تقيسيها تذوب لك. ها هي غادي هاد الماء هذا ديال مزهر وهاد الماء اللي عندي غادي نخليهم حتى غادي نجمع بشويه بشويه. غادي دابا نجمع هاد الشيء من بعد ما خليت القريصات ديالي يرتاحوا واحد شويه. هنايا البنات غادي نشد القرصه ديالي وغادي نحلها بالمدلك مزيان، ما غاتجي رقيقه ما غادي تجي غليظه، على حسب كل وحده شنو كتبغي الشباكيه ديالها. انا البنات كنبغيها شويه تكون رقيقه وانتم لكم الاختيار، كاين اللي كيبغيها رقيقه كاين اللي كيبغيها غليظه، على حسب ديالها على ذوقكم زعما كنديروها هاد يعني التسريحه اللي غادي ديروا. صافي البنات هنا غادي ندير دابا غادي نشرط هاد العجينه ديالي، غادي نشرطها وغادي تشوفوا معايا التشبيكه اللي غادي تجي زوينه بزاف وسهله، سهله 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 بزاف كما كنقول لكم، يديرها الصغير والكبير كما كتشوفوا. انا غادي نعاود لكم واحده اخرى، كنلويها على يديا ثلاثة او أربعة على حسب الحجم اللي بغيتو، بغيتوها كبيرة غادي ديرو خمسة حتى ستة، بغيتوها صغيرة غديرو ثلاثة حتى ربعة. كما كتشوفو انا يا دابا لويت على ايدي وحطيتها، وغادي يعني غادي ندير لها من جناب، غادي نورك على من جناب باش ما تفكش ليا. صافي البنات هذا هو الشكل ديال الشباكية ديالي، وكتجي زوينة وما كتحلش في الزيت. غادي نعاود لكم واحدة اخرى باش تشوفو. هنايا البنات هاد التشبيكه هادي راه سهله 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 بزاف، اللي ما كيعرفش يشبك يا كبير يا صغير كيقدر يديرها. وهنايا البنات كنشد كما كتشوفوا، كنخليها على في الاول يعني كما كتشوفوا معايا، يعني كتخليوه داك الشريط الاول يعني مدلل، وكتعقبوا تتلويو على اليد ديالكم، وفي الاخر كتجيبوا الشريط الاخر عد الشريط الاول. كنتمنى يعني تفهموا هاد القضيه هادي. المهم البنات كتوركي على دوك الدخلانيين، كتوركي عليهم صافي وكتفكيهم كما كتشوفوا، سهله 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 بزاف بزاف. صافي البنات هادشي اللي كاين. انا دابا غادي نكمل التشباك ديالي وغادي نقليهم يعني في الزيت. وهنا واحد القضيه البنات، ملي تبغيو تقليو الشباكيه ديالكم اي تشبيكه يا هاديه الاخرى، المهم اللي كان تنقصوا على العافيه، ما تجهدوش على الزيت باش ما يتحركش لكم الشباكيه، وما ما يضيعش لكم الزيت. هادشي اللي كاين البنات. صافي البنات انا غادي نخليها دابا نكمل انايا التشبيكه ديالي ديال الشباكيه، ومن بعد غادي نرجع لكم ان شاء الله. صافي البنات هنايا من بعد ما خليتها تترتاح حتى تكرم، يعني الا كان عندكم الوقت خليوها حتى للغد عاد تقلى. هنايا البنات ما عندناش الوقت، قليناها دروك تبارك الله راه خرجت ليا بزاف اكثر من هذوك جوج لاطات اللي كتشوفوا. هنايا الزيت خاصها تكون شويه سخونه وتكون العافيه مهيله كما قلت لكم البنات، باش ما تحرقش ليكم ويجي لون واحد وما تشربش ليكم الزيت بزاف. صافي البنات انا غادي نكمل القلي ديالي وغادي نطفيها في العسل، العسل العادي اولا اللي غادي تشريو اولا غادي تصايبوه، المهم اللي كان عندكم. غادي ديروا فيه شويه ديال المزهر وطفيو فيه هاد الشباكيه ديالكم وتقدموها بالصحه والراحه.
ها هي الشباكيه ديالي، كتجي زوينه وكتجي يعني في طاي وحده، ما كتجيش شي كبير وشي صغير، كيجيو كلشي مقاد وكتجي فنه. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، واللي عجبو الفيديو اشترك في القناه، اولا اللي يلا شاف القناه ديالي اشترك فيها. وكنتمنى تعجبكم، وبالصحه والراحه لكم ليا، ورمضان مبارك سعيد، وبالصحه والسلامه.